وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بساط السفر، واللي بنتكلم فيه كل يوم عن دولة جديدة عن دول العالم، ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدولة وشعبها، ونكتشف فيها أماكن سياحية وترفيهية كثيرة. اليوم رح نتكلم عن دولة من أهم الوجهات التي قد تخطر ببال السائح لما يفكرون بأوروبا ويبحثون عن الطبيعة الخلابة بكافة أشكالها من جبال ووديان وبحيرات ومساحات خضراء. فأول دولة تمر في بالهم هي جمهورية النمسا. جمهورية النمسا وهي جمهورية فيدرالية وبلد غير ساحلي يقع في أوروبا الوسطى. تحدها جمهورية التشيك وألمانيا من الشمال، والمجر وسلوفاكيا من الشرق، وسلوفينيا وإيطاليا من الجنوب، وسويسرا وليشتنشتاين من الغرب، فيما يبلغ عدد السكان نحو 9 ملايين نسمة. وعاصمتها فيينا وهي أكبر مدنها، ونظام حكمها جمهوري برلماني فيدرالي، والعملة هي اليورو النمساوي. قصر شونبرون يعتبر من معالم السياحة في فيينا ومن أشهر الأماكن السياحية في النمسا بشكل عام. كان أول شيء قصر إمبراطوري، بعدين تحول إلى مكان صيفي للعائلة الحاكمة في فيينا النمسا. والقصر فيه 5 أقسام رئيسية، وهي المبنى الرئيسي للقصر، والحدائق، والفناء الداخلي، وحدائق للنباتات، وحديقة للحيوانات، كما يضم أكثر من 1400 غرفة. مدينة ألعاب براتر تقع حديقة براتر في قلب العاصمة، وهي معلم جذب سياحي هام في النمسا. يمكنك إيجاد المتعة والاسترخاء مجتمعان في هذه الحديقة، فهذه الملاهي يزورونها الكبار والصغار، وبالتالي هي من أجمل الأماكن السياحية في فيينا للأطفال. وبفضل ما تتيحه من تنوع مذهل في الألعاب والأنشطة بشكل عام، فهي تشهد إقبال كبير من السياح. جزيرة الدانوب الواقعة جنوب مدينة فيينا، وهي واحدة من أجمل المحميات الطبيعية الموجودة في أوروبا والعالم. وهي مو بس نظام طبيعي لوقاية مدينة فيينا من كوارث الفيضانات، هي بعد من أجمل حدائق فيينا ومن معالم السياحة في النمسا، ومصدر كبير للترفيه وقضاء العطلات. وتعد الجزيرة واحدة من أكثر الأماكن السياحية في فيينا، وهي مشهورة بالمناظر الطبيعية الجميلة، وفيها بعد مظاهر الحداثة من خلال عدد كبير من الأنشطة الترفيهية كالتزلج وقوارب المياه وملاهي الأطفال. جبل شميتنهو هو واحد من أشهر أماكن سياحية في زلمسي، وتقدرون تصلون إلى قمة الجبل بواسطة التلفريك أو المشي على الأقدام، وذلك ابتداء من مركز مدينة زلمسي. وتتوفر لوحات إرشادية على طول الطريق لترشد الزوار إلى القمة، وبعد فيه المطاعم والمرافق الترفيهية للأطفال، وتقدرون تشوفون بحيرة زلمسي والطبيعة الخضراء المحيطة بها. حديقة حيوانات الألب هي حديقة حيوان مفتوحة وترتفع عن الأرض لأكثر من 250 متر، وقد تم تأسيسها في نهاية الستينات من القرن العشرين. وتوجد بها أنواع متعددة من الحيوانات الأليفة والمفترسة، ويمكنك مشاهدتها في بيئة تحاكي بيئتها الطبيعية. كما تحتوي الحديقة على مساحات واسعة من المناطق الخضراء والأشجار النادرة. قلعة النهضة ترتفع عن سطح البحر حوالي 580 متر، وتم تأسيسها في القرن 16 ميلادي،
وتحتوي على العديد من الأقسام والقاعات المميزة، بالإضافة إلى تواجد الحصون ومخازن الأسلحة الملحقة بها، وقاعة الآثار التي تضم كماً كبيراً من السيوف والرماح وأدوات الحرب الرومانية. كابرون قريبة من جبال الألب، وتقدرون تستانسون برحلتكم للسياحة في النمسا فيها، سواء في الشتاء أو الصيف. تقدرون تمارسون رياضة التزلج على الجليد بالشتاء، وهذا الشيء جعلها مقصد هام لمحبي المغامرة والاستكشاف. أما اللي يحبون يتسلقون الجبال في الصيف، سيجدون متعتهم بين مرتفعاتها الجميلة، ويمكنكم الانتقال بين المعالم السياحية فيها في أمان، فهي من أفضل أماكن السياحة في النمسا. هي عبارة عن حي كامل داخل المدينة القديمة هالشتات، ويتميز بتنوع البضائع التي تحمل طابع الثقافة النمساوية. ومن خلال جولتكم بالسوق راح تستمتعون بجو من البهجة والمرح. ويم السوق في متحف التراث العالمي للقرية الذي يضم الكثير من الآثار التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة. أعزائي المشاهدين، خلونا نطلع معاكم ونشوف هذا التقرير عشان نتعرف على عادات وتقاليد الشعب النمساوي. أبرز العادات والتقاليد النمساوية. يمتلك سكان النمسا العديد من العادات والتقاليد النمساوية في مختلف الأنشطة، فنجد أن هناك عادات للطعام وعادات وتقاليد للأسرة، وكذلك عادات وتقاليد في المناسبات والاحتفالات التي قد تبدو غريبة بعض الشيء. صب الرصاص. هذا التقليد يعتبر واحد من أقدم العادات والتقاليد النمساوية التي ما زالت موجودة حتى يومنا هذا، فهو تقليد صب الرصاص من أشهر مظاهر الاحتفال برأس السنة في النمسا، حيث يقوم كل فرد بشراء قطعة من الصفيح وإذابتها باستخدام الموقد، وبعد انصهارها يتم صبها في حوض من الماء البارد، ويتم تفسير الشكل الناتج للقصدير والتنبؤ بالمستقبل وأحداث العام المقبل. قطار أوريف كاو. هذا التقليد نابع عن الطبيعة الريفية الخضراء التي تتميز بها أغلب المدن والمناطق الريفية في النمسا، ويقام هذا الحدث سنوياً في مناطق جبال الألب في النمسا عن طريق اصطحاب حوالي 50,000 بقرة إلى أعالي الجبال كي تتغذى على المراعي. الكرنفال النمساوي هو احتفال شعبي آخر يعبر عن مدى ارتباط العادات والتقاليد النمساوية بالمناسبات الدينية ونشر البهجة، حيث يحتفل الشعب النمساوي بهذا الكرنفال في الفترة بين عيد الغطاس وبداية الصوم الكبير، وتتميز هذه الفترة بإقامة العديد من الاحتفالات والأنشطة الاجتماعية التي تنتشر في شوارع النمسا بأكملها. الزي الإقليمي. يشتهر الزي الإقليمي بأنه واحد من أهم العادات والتقاليد النمساوية، ويعبر هذا الزي عن العادات والتقاليد الدينية والقانونية والاجتماعية الخاصة بكل مدينة في النمسا. يختلف شكل الزي المحلي باختلاف المنطقة التابع لها، ويتم ارتداؤه في المناسبات والحفلات الرسمية والاحتفالات الدينية. سرقة العروس. يتعلق هذا التقليد بحفلات الزفاف بالفعل، وهو تقليد قديم وواحد من أكثر التقاليد النمساوية المسلية، وفي هذا التقليد يتم سرقة العروس من حفل الزفاف بواسطة الأصدقاء المقربين والتوجه إلى شوارع النمسا والتجول فيه، والشرط الوحيد في عملية السرقة أن تتم بشكل حقيقي وفعال من دون ملاحظة العريس لهذا، وتأتي مهمة العريس بعد ذلك في البحث عن العروسة في شوارع المدينة وإيجادها، ويجب عليه أن يدفع مبلغ من المال لاسترداد العروسة.
ومثل ما شفنا جمهورية النمسا فيها أماكن سياحية حلوة ومتنوعة، وتعرفنا على عاداتهم وتقاليدهم الحلوة، وعرفنا الأماكن السياحية، وتعرفنا بعد على طبيعتها الحلوة وإنها بلد متنوعة بالطبيعة لأن فيها جبال ووديان وشلالات وبحيرات، يعني دولة تصلح للصيف وللشتاء للي يحبون البرد والثلوج عشان يتزلجون بالجبال. إن شاء الله تكونوا مستمتعتوا معنا مشاهدينا في هذه الحلقة، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، ونقول لكم مع السلامة. أي جاهزة ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول. دول باب البحرين. بحبين؟ إيه أبي أبدل. وهي من أهم النوافير الموسيقية الراقصة في المدينة. زين نطرق ماما. لا ماي، لا لا ترى بنصور. قيل أنها كانت أحد العواصم التاريخية للمنطقة قبل، مو قيلة ترى في بدلية بالكتابة. تصاعد لب التلفريك المؤدي إلى مرتفع ليش دراني، وجوها بعد متنوع لكل ولاية جوها. اليوم مسافر إلى مملكة السويد. أمباي السويد، وجوها معتدل طوال العام، وايد فيها أمطار طوال طوال طول العام. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ونقول لكم مع السلامة.